مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة أكادير، ومع شاب مغربي يبلغ من العمر في عقد العشرين كما كتشوفوا. يعني هذا الشاب فهو نموذج يحتذى به للشباب المغربي اللي بغينا، يعني شاب مكافح بعد حصوله على البكالوريا ولجأ معهد خاص من أجل الدراسة وحصل على دبلوم في المعلوميات تيليكوم غيزو بطبيعة الحال، دق مجموعة من الأبواب إلا أنه لم يوفق في الحصول على وظيفة بطبيعة الحال ليقدم على مغادرة أرض الوطن كغيره من الشباب الحالم بالفردوس الأوروبي، يعني حرق عبر قوارب الموت. اليوم يعني كانت لي واحد تجربة خاصة، جينا اليوم باش نسلطوا فيها الضوء، وايضا يعني التجربه ديالو مليئه بالدروس مليئه بالعبر، وبغينا ان الكل بطبيعه الحال يبارطاجي معنا هذا اللايف المباشر، لان يعني عبد الرزاق اللي كيقطن بمدينه اكادير غادي يعطينا اليوم التجربه الخاصه ديالو، وغادي يقدم لنا مجموعه يعني من النصائح للشباب المغربي، بان يعني باقي كاين ما يدار، الشباب خاص يعني كاف خاص يبذل مجهود من اجل باش يجيب لقمه العيش بطبيعة الحال. اليوم يعني بعد ما رجع عبد الرزاق من ديار المهجر بعد يعني انه باش حرق لاس بالماس تينيريفي، وكانت واحد التجربة اللي خلات يعني واحد الاثر كبير في الحياة ديالو. غادي يحكي لنا شكون هو عبد الرزاق، وشنو غادي يقول يعني للشباب، يعني وشنو يقول ايضا المغاربة اللي كيقولوا بان المغرب ما فيه ما يدار، المغرب ما كاين والو، وعلاش حرق، وكيفاش كانت التجربة ديال الحرق ديالو، وشنو النصيحة ديالو للشباب. السلام عليكم. عبد الرزاق رتيمي، سن 25 سنة، شاب طموح، عندي انا المسار الدراسي ديالي حاصل على البكالوريا، دبلوم ديال تيليكوم، والعام الثاني في لافاك ايكونومي. بقينا بيبان كتار وكتار وكتار، ولكن باءت بالفشل كما تنقولوا، باءت بالفشل. اذا فاش كتلقى راسك انت دقيتي البيبان ما كاين والو، يعني راه السؤال يطرح نفسه، واش حنا نيت غاديين في الطريق الصحيح مع الناس ولا ما غاديينش. ولكن على كل حال الحمد لله، ديما الحمد لله وتنشكر عليك. وعلى كل حال دفعنا السيفيات، دفعنا شحال من حاجه، ما جابش الله صافي. فاش ما جابش الله راه التجأنا حنا لواحد واحد ضمن واحد اخر، تقول لي تما راه كتشوف انت شاب 25 عام، راه من المستحيل تقول لوالديك اعطي ليا، انت غادي كتكبر، واش غتكمل كاع الدراسه ديالك في الجامعه، وانت كملتي الدراسه ديالك في الجامعه، وشنو واش تبقى تقول لوالديك انت النهار كامل منحه ما كتجيك على 3 شهور 4 شهور، يعني ولد المدينه ما غادي تكون عندك منحه اللي تكون كثيره، راه باقي لا ما اظن كاينه غير شي. الفكره ديال الحريق هي بعد مشاورات مع العقل ديالي، مشاورات مع اش غنقول لك، كتشوف راسك بانك انت انسان حاصل على شي حوايج اللي هما الدوله كتقول لك اقرا باش دير، قرينا باش نديرو، ولكن في اخر المطاف ما كاين شيء. التجأنا للحريق كهدف حياه افضل في الدوس الاوروبي بطبيعه الحال، كنفكروا حتى حنا في حياه اللي تكون زوينه، اللي تقدروا نضربوا واحد عدد من الاعوام تما وتقدر ترجع للمغرب، يعني يبقى كل شيء غير ماضي. ولكن شاءت الاقدار، ايوا بالطريقه باش حرقنا اخويا، راه مشينا ل 48 ساعه ديال الطريق، قوارب الموت بطبيعه الحال، قوارب الماء بطبيعة الحال، مشينا سيدي 48 ساعة ديال الطريق، مشينا في الماء، مشينا كاين البرد، المناخ، كيما تيقولوك شدك البحر، كاين الطورما، يعني ولكن صافي، كتقول اللهم نموت أنا في البحر، ولا نبقى نتعذب في البلاد اللي أصلا ما اش غنقولك ما شفناش فيها شي. أنا بعدا بالنسبة لي أنا ماشي ماشي فيها، ولكن ما داكشي اللي بغيت ما تحققش ليا، ما تخش ليا تمشي ذلك، غادي تمشي تحاول حاولنا نشوف قوارب الموت، ورجعنا مشينا دوزنا تما واحد، مشينا كنا في تينيريفي، كنا في ويافريا، كنا في لاس بالماس،
هنا في ثلاثه ديال الجزر. دوزنا تما ديك الفتره كنا نورمالمون غادي نخرجوا بالبيرطا، الناس اللي ضاربين تما راه عارفين شنو كاين، كنا نخرجوا بالبيرطا على حساب الخويس ديال تما كيحكم عليك بواحد 60 يوم، كيديك لواحد السنترو، هذاك السنترو كيديك ليه كيشوف الا درتي لو جو السياسي ولا درتي لو جو الانساني في داك وسط داك السنترو، كيجيبوا لك واحد المحامي، كيجيب لك واحد المترجم، اشنو هما الدوافع اللي خلاك دير هذا الشيء هذا. والحمد لله حنا نفتخر بوطنيتنا، مع كاينين تما شي صحراوة وشي وحدين لي راه كلشي عارف، حنا الحمد لله متشبتين بالوطنيه ديالنا. طرطات عليا بانني نكون زعما نحاول نكون ضد النظام، وقفوا معنا تما كاينين جمعيات اللي قال لك راه غادي نوقفوا معكم حتى توقف على رجليك، يعني نعطيوك ليبرتا وتخرج بواحد الصالير في واحد الصالير في الشهر ديروا معاك الدوله ديال السبليون. ولكن ما اش نقول لك، صعيب ما عادش ندخل الوطن ديالي، علاش انا طلعنا هنا هنا كبرنا واخا ما عطيناش، ولكن حنا كنبغيو الوطن، الوطن ديالنا كنبغيو وتنموتو عليه. من بعد ما رجعتي يعني من بعد ما رجعتي هنا بدات عاوتاني الحياه، انا دابا هنا بدات القضيه، بدات هنا فاش كيبان لك عاوتاني كتحط امام امر الواقع. دوك الفلوس اللي كانوا عندك مشيتي حركتي بيهم، مشيتي عباد الله عرفك، مشيتي والديك وفي والديك في الاخر مشي والديك عارفينك مشيتي حركتي، صحاب صافي كلشي، يعني انا خسرت فلوسي كاملين صافي، يعني كترجعنا دوز جابونا طياره خاصه من لاسبارماس حتى لمليليا، لمليليا دخلنا لبني نصر الناظور، طبقوا معنا الاجراءات القانونيه من طرف السلطات الامنيه، رجعنا للمدينه. هنا فاش كتبدا عاوتاني القضيه كترجع ازيرو. هنا كتشوف واحد القضيه بانك درتي هاد البيعه والشريه، درتي هاد البيعه والشريه كونك انت باش تهز راسك، باش تهز راسك وباش تعطي نموذج للشباب. يعني الانسان ما يكونش جالس ما عليه ما بيه ويقول لك الدوله ديالنا ما دارت معنا والو، ولا 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 راه انا راه تسدوا على جميع البيبان ما نقدرش ندير، ولا نتسنى 12 باش نقول لوالدي يعطيو ليا، ولا نتسنى شي واحد يعطي ليا. حنا نفسنا حاره كنبنجدوا على راسنا، حنا كنخدموا تقاتل على راسك، تعاون والديك، حيت هادشي داك الحريق وهاد الخدمة الهدف ديالو شنو هو؟ هو تفرح على والديك، راه غير تدخل معاه، تدخل غير شي قفة ديال الخضرة للدار تعطيها اليوم، راه غادي يقول لك ديك الله يرضي عليك، راه كتحس بها مزيانة، كتحس بها لواحد الدرجة ما كتصورش بأنك أنت